فتخلف عنه بعذر كبطء القراءة عذرا. طيب أنا أصلي الله أكبر، فجأة الشيخ سقط على الأرض، لكن أنا كبير في السن ورجلي مريضة، المدة التي قمت من الأرض إلى القيام كان الإمام ركع ورفع من الركوع، هذا مضطر ولا غير مضطر؟ مضطر. الله غفور رحيم، فهمتم؟ طب أنا أبطئ في قراءة الفاتحة مصر، أنا بقى راجل عالم كبير بقى، إياك نعبد وإياك نستعين، كان الإمام ركع، ماذا أفعل؟ أكمل الفاتحة ولا أركع؟ أركع، فهمتم؟ أركع. لكن رجاء رجاء، القراءة 3 أنواع ومنهم من جعلها 4، ده مهم. الحدر، إيه الحدر؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا 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 لا، ألف لام 6، ميم 6، لا علاقة للحدر. الحدر أهو، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قراءة سريعة مع مراعاة الأحكام، ليس معناها ألف لام ميم ألف لام ميم، لا 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 لا، في أحكام، ده مد لازم بس بإسراع، يفيد في المراجعة. كان زمان زمان قوي كنت أنا في الثانوية، في شيخ سعودي اسمه المحسني، المحسني ده كان يقرأ القرآن كله في 15 ساعة. كان دايما يحب يسمعه مين؟ يحب يسمع الشيخ المحسني ده اللي حافظين، وسبحان الله كان سريع قوي لكن في أحكام. عكسه كان إمام الحرم المدني اسمه الشيخ الحزيفي، الحزيفي ده يعني بطيء شوية، اللي حافظ ويراجع مش مبسوط منه. طب اللي ليس حافظ، يا سلام، الحزيفي ده عنده حلو قوي. نفس الفكرة في مصر، المنشاوي يعني سريع لكن مش قوي، شوية. عبد الشيخ الحصري بطيء قوي 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 في التعلم. إياك نعبد وإياك نستعين، ده اسمه إيه بقى؟ ده اسمه تحقيق. التحقيق القراءة مع مراعاة الأحكام ولكن بطء شديد. طب الترتيل، لا لا بلاش الترتيل، يبقى أول حاجة عندنا قلنا إيه؟ الحذر والتحقيق. في النص اسمه إيه؟ تدوير. اسمه ايه؟ ترتيل. لا افهم بس، اشتري من اخوك. يبقى رقم 1 حذر، دي اسمها مراتب القراءة، اللي انا بقوله ده اسمه مراتب القراءة، درس في التجويد، اسمه مراتب الايه؟ منهم من عدها 4 و3، انا عايز 3. يبقى 1 الحذر، يعني ايه حذر؟ ترك 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 ترمان كده، لا يقف ابدا، مع مراعاة الاحكام. يفيد فين؟ مراجعة، مراجعة. أنا مقرر علي 7 أجزاء ونصف وبكرة الامتحان، لو قرأت زي الشيخ الحصري بعد أسبوع أنتهي، بكرة الامتحان يا ابني. لكن ليس معنى ذلك المدود ما فيش، لا يا مولانا، مد لازم 6، مد واجب 4 أو 5، ممكن قصر المنفصل. وما أنزلنا الألف في كلمة والهمزة فين؟ والالف الف المد والهمزه السبب. ممكن اقرا وما انزلنا مد طبيعي 2 أو 4 أو 5، لا يا سيدي، في الحدر 2 فقط، اسمه مد ايه؟ طبيعي. مد ايه؟ لا، الحاجات دي لازم تعرفوها انتوا طلبه علم، ولو ما تعرفوهاش انا احكي كل يوم، كل يوم نحكي شويه شويه، خلاص. والتجويد لغه التحسين، جود يعني ايه؟ حسن. يبقى هنا اللي بيقرأ حدر جميل ويقرأ بإسراع جميل مع مرات الأحكام. التحقيق ينفع في التعليم، الشيخ بيقرأ والطلاب بيقرأوا وراه. الحاقة، ما الحاقة، هو حر بقى، لأن احنا في مرحلة الإيه؟
التدوير وسط بين مين؟ بين الحذر وبين التحقيق. الترتيل من الكتب من جعلته مرتبة مستقلة، ولكن الراجح أن الحذر في ترتيل، والتدوير في ترتيل، والتحقيق في ترتيل. ورتل القرآن الترتيل، يعني تقرأ بحسن وجمال، حسن وجمال بسرعة، حسن وجمال متوسط، حسن وجمال بطيء، لا علاقة ليه، لا علاقة ليه. فهمت مرتب القراءة؟ فأنا بقى في الصلاة يا أخي ورتل القرآن ترتيلا، يعني تحسين، اقرأ متوسط، لكن الحق ما يخرب بيت على بال ما نقرأ سطرين يكون الشيخ ركع وسجد وسلم، لا، امشي بالراحة. متوسط خير الأمور إيها الاعتدال، خير الأمور إيها، حتى عشان السامع يسمع كويس. فهنا لو الشيخ بطيء في القراءة والإمام ركع، أكمل الفاتحة ولا أركع؟ أركع. ما هو بطيء في القراءة، هو أدرك زمن أن يقرأ الفاتحة ولكنه بطيء، عشان كده أنا أنصح لا تقرأ ببطء. لكن حصل أنه قرأ ببطء، نعمل إيه؟ يركع وخلاص، لأن ممكن لو لم يركع الإمام رفع يبقى ركن، والرفع ركن، نزل للسجود الصلاة إيها بطلة، لأنه سبق بكم ركع؟ ثلاث أركان فعلية. اللي مش فاهم أعيد، هذا اسمه فرض عين. اللي مش فاهم أعيد، لأن هذا الكلام فرض عين. يعني إيه فرض عين؟ بواب عمارة، طالب في الجامعة، كلنا سواء. فرض عين، أبوك أبي، أمك أمي، أنا وإنت، لازم كلنا نقرأ. خريج كلية بطاطس، كلية بتنجان، لازم تقرأ. ما شاء الله سيد، شكرا. كله لازم يقرأ ولازم يتعلم هذا الكلام. خلاص يا ابني، ها خلاص يا شباب، فهمتم؟ يبقى ارجع معايا كده، مساواة الإمام، الإمام يركع أنا أركع، الإمام يرفع أنا أرفع، مكروه. طيب أنا أركع قبل الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن راس المأموم السابق للإمام رأس حمار. شوف شوف كده وانت بتصلي وراسك، وانت إنسان مكرم، شكلك شكل حمار، بل بالعكس الحمار أحسن. تصدق الحمار أحسن؟ عارف ليه؟ الحمار لا يرتكب ذنب أبدا، لا أحد يرتكب ذنب إلا اثنين، الإنس والجن. يعني عارف الأنجن؟ تعرفين أنجن؟ لا يرتكب ذنوب. أنجن يعني كلب بلغة هؤلاء الجيلة، عارفهم؟ عارفهم يا حاج؟ أنجن لغة العيال دي، كلمة أنجن، وفي أنك أنجن، فأنجن يعني كلب. طب أنك أنجن ابنه بقى، يعني ابن الكلب إيه؟ ابن كلب، أنا أعمل له إيه؟ صح؟ يعني الكلب هيجيب إيه؟ ها؟ ابن كلب، مش أبوه، أبوه ولا مش أبوه، ولا ابن الكلب يبقى ابن هرة؟ مش عارفين حاجة خالص، لا تفهمون؟ أحسن. طيب ركز بقى معي، بقى ركز معي. فالكلب لا يرتكب ذنوب، الحمار لا يرتكب ذنوب، اللي بيرتكب ذنوب اثنين ليس لهم ثالث، الإنس والإيه؟ مين يدخل النار؟ اثنين ليس لهم ثالث، الإنس والإيه؟ والجن. فخلي بالك علشان يكون شكلك عند الله شكل جميل. يبقى المساواة مكروه، المسابقة حرام. متى تبطل الصلاة؟ أسبق الإمام بثلاث أركان، أتأخر عن الإمام بركن متعمد حرام، اثنين حرام، ثلاثة جو أوت، الصلاة باطلة. تعال يا ابني في مكان، اللي عايز يجي هنا في مكان، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. مين مش فاهم؟ قول يا سيدي، احنا بنقرا متن ولا شرح؟ يلا ها. حيث كان واقفا، حيث كان واقفا بيتدرك زمن يسعى قراءة الفاتحة. حاضر. إلى ثلاثة أركان طويلة فلا يحسب منها القصير وتتحقق. ركن قصير زي ايه؟ الجلسة بين السجدتين قصير. قصير. الركوع قصير. السجود يعني حاجات بسيطة، لكن ركن طويل زي ايه؟ القيام. لأن في الفاتحة وفي الإيه؟ الصورة وهكذا. طيب
تعال يا شباب في مكان هنا حرام، تعالوا في الأمام. ها تتحقق الأكثرية بتلبسه بالرابع. تلبسه يعني بدأ يدخل في الركن الايه الرابع. تعالوا تعالوا خير على شوي، تعالوا يا ابني على شوي، حرام عليكم، عايزين يعني ضابط مرور، تعال خد مايدي، خش خد مايدي، خش 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 مولانا، ها خد مايدي، يلا تعال تعال يلا سير. أما المسبوق فإن لم يشتغل عقب تحرمه بسنة كافتلاف. التحرم اللي هو تكبيرة الإيه؟ الإحرام. ليه سموها تكبيرة الإحرام؟ لأنها حرمت أمورا كانت مباحة. اشرب يا مولانا، يشرب. ازيك يا مولانا، اهلا وسهلا. الله اكبر مولانا، ما فيش مولانا، لا يتكلم، اسمها تكبيره الايه، وهي الركن. اما وخلي بالك تكبيره الاحرام لها 16 شرط، اما اي تكبيره اخرى في الوسط هي تكبيره انتقال، حكمها سنه. فلو الشيخ ركع من غير ما يقول الله اكبر، الصلاه ايه؟ ولا يسجد للسهو. أرحمكم الله، أرحمكم الله. نعم. أما المسبوق فإن لم يشتغل عقب تحرمه. أما أداة فصل. أكرر، أما أداة إيه؟ فصل. قول يا سيدي. فإن لم يشتغل عقب تحرمه بسنة كافتتاح وتعود وركع الإمام. لحظات. يعني افتتاح؟ لا شرحنا ما معنى افتتاح. دعاء التوجه، الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، محله بعد التكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة في الركعة الثانية ولا الثالثة؟ الأولى. ولا يوجد دعاء افتتاح في صلاة الجنازة، حكمه سنة هيئة، عملنا خدنا الثواب، ما عملناش لا ثواب لا عقاب، لا ثواب لا عقاب، ولا سهو ولا إيه؟ ولا سهو. نعم. قبل أن يتم المأموم الفاتحة ركع معه وتحمل شفت الإمام عن التراب. شفت عشان أقول لك خرب بيتك، ركع معه. أهلا سيد أوجست، كيف الأخبار؟ مسلم؟ سيد أوغست، أوغست يعني أغسطس صح؟ سيد أوغست يعني أغسطس معناه شهر 8. في يوليو ولا ما فيش يوليو؟ في يوليو والله؟ خرب بيته بجد والله؟ إيه؟ في واحد اسمه يوليو؟ مرأة؟ لكن أوغست رجل. طب ومايو؟ في مايو؟ ودريسيا دي عجائب وغرائب، واحد اسمه شهر 8 والتاني واحد 6 شهر 7، وانت وفاء اسمك ايه؟ ابريل. في ابريل؟ خرب بيته. راجل ولا مؤنث ابريل ده؟ الاثنين. يبقى بصوا بقى، خلاصة الكلام، يبقى اغسطس ده راجل، يوليو 6، مارس الاثنين صح، ابريل الاثنين. طيب كويس قوي، ما شاء الله. في يناير؟ في يناير، حسبي الله ونعم الوكيل. يا نار كوني، يا نار كوني، يا نار كوني، وقال نسوة، حاجات عظيمة. يا رب يعني يا نار كوني يا رب يخش الجنة، يبقى ده يعني ده أول نار يدخل الجنة، مع ان الجنه ما فيهاش نار. هم بيحبوا بس يعني يقتبسوا من القران. النيه حلوه، النيه حلوه، عايزين يسموا اسماء من الايه، من القران، لكن جيله يعملوا ايه؟ فلازم يجيبوا اسماء. استغفر الله العظيم، يا نار كوني. الحمد لله ان انا مصري. دايما يعني العجم يحبوا الحاجات الطيبة دي، ربنا يبارك لهم كلهم إن شاء الله. يلا سيدي. وإن اشتغل بسنة لازمه أن يتخلف ليقرأ بقدر ما اشتغل به من السنة. معلش عيد تاني، مش فاهم. وإن اشتغل بسنة لازمه، وإن اشتغل
بسنة زي إيه؟ قراءة السورة. الإمام ركع وأنا عايز أخلص السورة، الإمام قرأ الفاتحة مثلا سرا وقرأ السورة سرا، لكن أنا أقرأ سرا مثلا، فأنا أقرأ مثلا إيه؟ أي حاجة، آمن الرسول بما أنزل إليه، راح الإمام ركع، أنا عايز أكمل، أكمل السنة ولا أركع؟ يا سيدي إذا كان إن كنت تقرأ الفاتحة أركع، من باب أولى إن كنت تقرأ الإيه؟ السورة. حكم قراءة السورة إيه؟ سنة إيه؟ ما معنى هيئة؟ إن فعلنا أخذنا للسؤال، لا نفعل لا ثواب ولا، يريد اللي لا يعرف يكتب، لكن لا يعرف ولا يكتب لماذا يحضر؟ هذا ليس درس وعظ وإرشاد، هذا الدرس لطلاب العلم. أنت شغال إيه؟ أنا شغال بواب عمارة، مدام تحضر الدرس، كتاب، كشكول، قلم، طالب، شيخ، مكان، انتهى الأمر، كلنا صرنا طلاب. أعلم علماء النحو في مصر ثلاثة اللي أسسوا مدرسة النحو، الأول ابن هشام، انتقل سنة 761 وهو شيخ الطريقة الكناسية. سمعت عن الطريقة الكناسية؟ الطريقة الكناسية إن مولانا ابن هشام ده أعلم علماء النحو ومؤسس مدرسة النحو في مصر، ومدارس النحو خمسة، الكوفة والبصرة وبغداد ومصر والأندلس. الطريقة الكنسية أنه كان يأتي هو وأحبابه ويكنسون المساجد، فسميت بالطريقة الإيه؟ الكنسية، الذين يكنسون المساجد، ده أعلم علماء النحو، مدفون هنا عند باب النصر. اثنين، رقم اثنين، حد فاكر مين؟ الأشموني، انتقل تقريبا 928 وله شرح مختصر على الألفية ولكنه نحو مقارن، ده يدرس إلا يعني في المكان اللي يعني أنا لم أرى من يشرحه، يعني لم أرى من أشرحه. بس زكاة طيلا أحسن ناس، خن ميدي أو أنت تايلندي، خن با يعني شخص محترم، خن با زي يعني كمجيلة كده، خن با مولانا. نعم، رقم ثلاثة مولانا خالد الأزهري المنتقل 905، ده أنا عاوزه. مولانا خالد الأزهري كان يعمل يعني زي عامل، يشيل رملة، يشيل أسمنت، يعمل عامل كده في السوق في الشارع، غير متعلم. ده خالد الأزهري رقم كام؟ وخلي بالك اسمه الأزهري لأنه كان من أكابر علماء النحو في الجامع الأزهر، أصله كان عامل في الشارع، لا يعرف قراءة ولا كتابة ولا شيء، إلا أنه كان متطوع، كل يوم العصر يضع الزيت في المصباح، زمان اللمبة، عارفين اللمبة ده؟ كان زي كده، فيضعون الزيت ثم النار، فكان الشيخ كل يوم متطوع يضع الزيت فين؟ في المصباح علشان الناس تصلي المغرب والعشاء ومجالس العلم. مرة من المرات وقعت قطرة زيت على كشكول طالب، فقطرة الزيت يعني كانها تفعل بقعة، فالطالب يعني زعلان قوي، كيف هذا؟ أنت جاهل مش فاهم حاجة، كيف؟ فقال لماذا يسبني هذا؟ لأنه طالب يتعلم وأنا جاهل خلاص أنا سأتعلم. السؤال
من ما اسم هذا الطالب؟ لا أحد يعرفه، لكن العامل الذي سقط الزيت صار يتعلم إلى أن صار رقم 3 في النحو في مصر، وله شرح على الألفية اسمه التوضيح، لا يقرأ إلا في الدراسات العليا كلية لغة عربية. يعني من يقرأ كتبه ليس الناس العادي، يقرأ كتبه من سيكون دكاترة، ده الشيخ خالد الإيه. فالعلم كله سواء، ومن قرأ كتب الأزهر صار أزهري، هذا كلام الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وارضاه، من قرأ كتب الأزهر صار إيه. أنا مش أزهري، ولكن الحمد لله أقرأ كتب الأزهر وتعلمت على مشايخ الأزهر، خلاص مولانا أنت أزهري. فهمتم؟ ركز بقى فيما نقول. إذن اللي بنشرحه ده اسمه فرض إيه؟ لكن يبقى معاك أركان العلم: كتاب، كشكول، قلم، طالب، شيخ، مكان في درس، ودرس نظامي حلقة حلقة حلقة. أنت صرت طالب أزهري، ونسأل الله أن يديم علينا الإيه؟ النعمة. قول يا سيدي. يعني يتركها، ها يتركها، أن يتخلف بأن يقرأ بقدر ما استوعب به من السنة. حاضر. حيث غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في ركوعه، وإلا فارقه وتابعه وأتى بركعته. ياش. فصل. ويجوز للمسافر. صفحة كام بقى؟ 113. الفصل ده أهم الفصول. يلا، عشان كده فاضل ساعة إلا ربع، أريد ألخص. يجب على الحاج أن يتعلم التيمم والقصر والجمع. 2، يجب على المسافر أن يتعلم أحكام القصر والجمع. صفحة كام دي يا ابني؟ الصلاة آخرها كام؟ طيب خلاص خلاص، لا مش هنلحق. ركزوا بقى معايا بقى فيما أقول، عشان إحنا كده بنشرح 3 مرات، مرة لوحدي، ومرة مع المتن، ومرة الشرح. ما معنى القصر والجمع؟ يجب على كل مسافر، وكلنا يسافر، في حد فينا لا يسافر؟ يبقى لازم تعرف أحكام التيمم، وتعرف أحكام مين؟ الصلاة. القصر والجمع درس واحد ولا درسين؟ درسين. شطرة جدحة، درسين. لا درسين. لماذا جعلناهم في درس واحد؟ لتعلقهما بالسفر، الهدوم الملابس والحقيبة ليس شيء واحد، ولكن دائما من يسافر يضع الملابس فين؟ في الحقيبة، فتعلقت الملابس بالحقيبة. ما معنى القصر؟ جعل الصلاة الرباعية ثنائية من 4 الظهر إلى 2، يبقى محل الدرس فين؟ الظهر، العصر، العشاء، خارج الدرس الصبح والمغرب. الصبح كم ركعة؟ ما فيش ركعة. والمغرب كم ركعة؟ ما فيش 1.5. ولا مهمة دي، ولا مهمة دي، ولا قصر في السنن. الضحى 8 ركعات، أخليها 4؟ لا، أنت براحتك صلي 2، 4، 6، 8. التراويح كم ركعة؟ قول يا جده 8، قول يا ستات 20. كم عند الملكية؟ قال لده أنا عرفت سوك منه لده تحرام يد، حرام يد. تمزهبك إيه؟ حنفي كمان؟
يعني الدرس ده درس شفعي وبتجاوب ملكي وانت حنفي، طب اعمل فيك ايه؟ اقتلك؟ اه تعرفوا بس ان الشافعيه هو بنقبل اعدائنا في الدرس. وكلهم من رسول الله 20 عند الشافعيه، 20 عند الشافعيه. بعدين اشرح لك، هل يجوز اني انا اصلي التراويح مقصوره 10؟ لا، لأن الله خفف في الفريضة والسنن زيادة، فما دام زيادة إن استطعت افعل، لم تستطع لا تفعل، لكن المغرب لازم أفعل. يأتي بس في كتاب آخر، النفقة على الزوجة، الشيخ فقير مد من أرز، أو تفضل يا ستي كلي. طب الشيخ متوسط مد ونصف، طب الشيخ ما شاء الله غني 2 مد، يعني كيلو 50 جرام كده، كيلو 20 جرام أرز، أرز يعني أدي زوجتي كل يوم كيلو أرز. آه كيلو أرز ده اسمه يعني حد الكفاف، أقل منه ظالم، لكن ما فيش حد بياكل أرز فقط، حتى يعني أرز وبطاطس يا سيدي، أرز وملوخية، لازم أرز مع زيت مع ملح مع طماطم مع بطاطس. لكن لماذا قالوا أرز وحددوا الكيلو مثلا، ممكن قمح ممكن ذرة، علشان ده حد القليل، لو نقص يكون إيه؟ ظالم. كسوة في الصيف، جلبية في الصيف، وكسوة في الشتاء، جلبية فين؟ يعني معلش، لا أشتري لها شراب، أشتري شراب. نحن في الشتاء لا أشتري لها بنطلون تلبسه تحت الجلباب، أشتري بنطلون زيادة. ولا تنسوا الفضل بينكم، إحنا بنتكلم على أقل القليل، الذي إن لم أفعل أعلم أنني ظالم. فهمتم؟ يا مولانا نعم، أنت لا تطعم الزوجة، تعالى يا زوجة أنا لم أعطيك كيلو أرز في الصباح، أعطيتني خلاص، عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ أعطيتها. يا مولانا خليك كريم، قطعة لحمة مش عارف ايه. يبقى في نوع من انواع الزيادة التي تدل على منها على الفضل. العلاقة ليست 1+1=2. خلاص، عايز رز اجيب لك رز، مش عاجبك كيلو رز، مش عاجبك، ما ينفعش كيلو رز ب30 جنيه، ما انت عايز ايه؟ وجبة متكاملة. اتجوزت ولا لسه؟ ولا هتشوفي جواز. ده ذكاء الإسلام، حط الحد اللي تحته يبقى ظالم، وأعطى فرصة للزيادة عشان تشعر بالفضل. ربنا يا بنتي ما قالش اعدله، قال ولا تنسوا الإيه، عشان يديلي فرصة ويبين الكرم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا إيه. لا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن جلسنا في مجلس، متى نعرف أنه ظالم؟ أنا أعطي ابني مصروف 10 جنيه في اليوم، فابني يشتكي، أبي يعني لا يعطيني ما يكفيني، فقلت للناس أنا أعطيك كل يوم 10 جنيه. قال للناس مثلا يعني أنا بركب أوتوبيس ب6 جنيه رايح، 6 جنيه عائد، يبقى 10 جنيه، تكفي ولا لا تكفي؟ لا تكفي. فهمتوا؟ طب أنا بقى أعطيه 12 جنيه، ده حد الكفاف، لكن خليهم 20، ممكن يشتري سندوتش فول مثلا، سندوتش طعمية، أو الأوتوبيس عند العودة تعطل، نعمل إيه؟ يبقى معاه زيادة يعود بها. لكن لو نقص عن 12 يبقى ظلم، لو زاد عن 12 يبقى نوع من أنواع الفضل. هذا هو ما تفعله الشريعة. أقل القليل في الصلاة 17 ركعة، صح؟ أقل من 17 ركعة أنت ظلمت نفسك
وقصرت مع ربك، طب أنا عاوز زيادة، الرواتب 10. حذاري لا تعرف هذا الكلام. ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. مسلم كيف لا يعرف هذا الكلام؟ لأننا دائما نذاكر الكلام الصعب فننسى الكلام الإيه؟ السهل. ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل ظهر، ركعتان بعد ظهر، ركعتان بعد مغرب، ركعتان بعد، ده في السنن كمان أقل القليل في الزيادة. عاوز زيادة؟ غير مؤكد بقى. 4 قبل الظهر، 4 بعد الظهر، 2 أو 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب، 2 قبل العشاء. كده الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة. يعني مؤكدة؟ واظب النبي على فعلها. يعني غير مؤكدة؟ تركها مرة مرتين. مولانا نعم في زيادة. الوتر، الوتر كله سنة. أقل ركعة، أقصى حاجة كام؟ 11. شفت ركعة، 3 5 7 9 11. يا مولانا أنا عاوز زيادة، صلي إلى الصبح. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل إيها؟ مثنى مثنى، 2 2 إلى صلاة الصبح. ما حدش له حاجة عندك. يبقى الشريعة عملت إيه؟ أقل القليل، ها؟ 17. 2 الصبح، الظهر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4. عايز زيادة؟ الرواتب. عايز زيادة؟ غير المؤكد. عاوز زيادة؟ النفل الذي له سبب. عايز زيادة؟ نفل مطلق إلى الصباح. نعود، صلاة القصر محلها إيه؟ الظهر، العصر، العشاء. الصلاة الإيه؟ الرباعية. لا محل للصبح ولا للمغرب. 2 2. صلاة القصر لا علاقة لها بالجماعة، جماعة أو فرادة، جماعة أو 3. صلاة القصر لا توجد في الحضر، لابد أن تكون في السفر. مدام لابد أن تكون في السفر، هل يجوز القصر وأنا من سكان المنطقة في بيتي أو في منطقتي؟ الجواب لا يجوز. تروح فين مولانا؟ أنا مسافر إندونيسيا. أنت فين دلوقتي؟ أنا في المطار. اجمع واقصر. أنت فين يا مولانا عند العودة؟ أنا مثلا في مدينة نصر. اجمع واقصر. أنا لم أدخل الدراسة، لم أعود إلى بيتي. دخل الدراسة لا رخصة. الرخصة لمين؟ للمسافر. هل أنا الآن في السفر؟ لا، لا رخصة إلا في السفر. أنا بتكلم في الجمع ولا في القصر؟ ركزوا معي، ركزوا معي. لا مش في الاثنين، أنا في الجمع بس. قلنا لحضرتك الجمع درس والقصر إيه؟ درس آخر. لماذا؟ الارتباط بين الاثنين زي الهدوم والشنطة. الهدوم حاجة والشنطة حاجة، بس مرتبطين عشان أنا ما بسافرش إلا بهدوم، والهدوم بتتحط فين؟ في الشنطة. فهمتوا يا شباب؟ اللي مش فاهم أنا أعيد. ها حاجة بتاعت الرز فاهمة؟ أسميك رزة، إيه رأيك؟ رزة دي أصلاً يعني أنا مش عارف. رزة دي النسبة إيه؟ المفروض رزة وفي رزة. لا رزة مش عارف، هل رزة دي عشان بتحب الرز مثلاً؟ نعم؟ اسمها رزة. اسمها رزة مش رزة، ما أنا نفكر فيها، نشوف القاموس. ركزوا بقى معايا بقى. اذكر شروط القصر التي إذا اختل شرط مفيش قصر. هذا دين يا أخواننا اللي بنشرحه ده، فرض عين على المسافر، وكلنا يسافر، كلنا يسافر. انت ترت لما بتيجي بعرف ان الدرس خلاص كده هيخلص. تعال تعال كويس، دي علامة جيدة، اول ما أراك أعرف ان الدرس ايه خلاص هيخلص.
فين فاشل الحب؟ فين الفاشل ده؟ لم يأتي ليه؟ خذ منه الكتاب. واحد، أن تكون الصلاة رباعية، شرحنا. اثنين، أن يكون السفر مباحا، الغرض من السفر حلال. السفر للحج ده سفر واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ كيف أحج من غير سفر؟ يبقى السفر واجب. مولانا نعم، رايح فين؟ أنا رايح أقتل فلان. طيب يا سيدي ربنا وفقك، عاصي ولا مش عاصي؟ العاصي كيف عاصي يستفيد من الرخص؟ فلو كان السفر حراما أو مكروها لا قصر ولا جمع. الغرض من السفر حرام. كيف السفر حرام؟ أنت مسافر لماذا؟ لماذا دي هي الإجابة. أنا رايح أعمل شيء حرام، حرام. رايح أفعل شيء مكروه، مكروه. رايح أفعل شيء واجب أو مستحب أو جائز، خد حكمه. أخذ إيه؟ حكمه. ركزوا معنا بقى. ثلاثة، مسافة القصر 89 كيلو و40 متر. مسافة القصر 89 كيلو و40 متر، دي مسافة الإيه؟ القصر. كان ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقصران الصلاة إلا إذا كانت المسافة 4 برد، البريد 4 فرسخ، الفرسخ 3 ميل، الميل الهاشمي 1775، الميل العادي 1668. خلاص حسبناها، طلع مذهب الإمام الشافعي كام؟ في مذهب 70 كيلو 73، أنا ماليش علاقة. مذهب الإمام الشافعي كام؟ 89 كيلو و40 متر، ولا أقصر إلا إذا خرج من حدود البلد. كان زمان أنا ساكن في القاهرة، فين حدود القاهرة؟ السور، موجود السور عند بابا عبده بتاع الكبدة، أو عند إيه؟ الخيامية الناحية التانية. وكان للقاهرة 8 أبواب، اليوم موجود 3 فقط. كان موجود للقاهرة 8 أبواب. يبقى الشرط الأولاني إيه؟ صلاة رباعية. الشرط الثاني صلاة مباحة. ها الشرط الثالث مسافة الإيه؟ 4. ألا يأتم المسافر بمقيم. فإذا كان الإمام مقيم هيصلي الظهر كم ركعة؟ 4، وأنا مسافر هصلي الظهر كم ركعة؟ ما ينفعش. ما دام الإمام مقيم ولو أدركت في تكبيرة الإحرام الله أكبر أنا المسافر، راح الإمام قال السلام عليكم، أنا هصلي كم ركعة؟ 4، لأنني مأموم لمقيم فأنا تابع له. أنا تابع إيه؟ إن كان الإمام مسافرا يقول شيء واحد بس في البداية، أنا مسافر هصلي ركعتين، حاضر، السلام عليكم، السلام عليكم، أتموا. الإمام يقول بعد الصلاة أتموا صلاتكم فإني على سفر. أتموا صلاتكم فإني على، فالناس تقيم خلاص. مولانا نعم، النية
مع تكبيرة الإحرام أنني أقصر، ومن قال الله أكبر ولم ينوي القصر أتم 4 ركعات. أنا أصلي الظهر أهو، الله أكبر، لم أقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت مسافر يا مولانا؟ خلاص يا مولانا، توكل على الله وانوي القصر في قلبي. بعد الله أكبر نويت القصر، مولانا أصلي 2 ولا 4؟ 4. لازم النية مع تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام خلاص، خلاص 4 مولانا. نعم. حكم القصر إيه؟ ليس سنة، حكم القصر جائز. إن فعلت جائز، إن لم نفعل خلاص. ولكن القصر رخصة، عشان كده في شروط، والأربعة عزيمة، وعلى مذهب الإمام الشافعي العزيمة أفضل. العزيمة إيه؟ أفضل. خلاص؟ الإتمام على الشافعية أفضل، الحنابلة هم العكس. كده الدرس الأولاني انتهى. تعال بقى لدرس آخر اسمه الإيه؟ اسمه إيه؟ نعم. دخلت الصلاة وأنا مش عارف الإمام مقيم ولا مسافر. يبقى هتكمل 4، لأن الأصل متم. أنا أي مصري أشوفه في القاهرة، الأصل إنه من سكان مين؟ القاهرة. ما لم يأتي دليل أقول لحضرتك أنت حضرتك ساكن فين؟ تقول لي في القليوبية. لكن الأصل إيه؟ الأصل القاهرة، عشان أنت في القاهرة. عايز ساكن فين؟ ساكن فين؟ أسوان. إيه اللي جايبك من أسوان؟ شفت بقى، شفت؟ أنا افتكرت من القاهرة. شكلك من شبرا الخيمة. إيه اللي وداك الأسوان؟ أصلا من أسوان؟ لا، بس لغتك مش أسوان خالص. لا 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 أبدا. هات البطاقة. شفتوا أنا شكله القاهرة صح، وشكله أهلاوي كمان. أهلاوي ولا زملكاوي؟ مش بتاع كورة يعني. إيه؟ ما هو لا أهلاوي لا زملكاوي، لا مؤمن لا كافر. فاسق دي ما عندناش. خلاص. في محطات الصلاة كيف ندخل الصلاة؟ الحج مثلا ندخل، ما تعرفش اللي بيصلي ده مقيم من البلد ولا سافر. يبقى هنعمل ايه؟ نعم. هنصلي كام؟ 4. 4 لان الاصل 4. الشيخ فهمه بس، الشيخ بيقول انا لا اعرف. ودخلت مأموما. ممكن الامام مسافر، ممكن الامام مقيم، لكن انا لا اعرف. يبقى نعود الى مين؟ الاصل. الاصل ان انت في القاهره، يبقى من القاهره، ما لم ياتي دليل ان حضرتك من اسوان. بس الصلاه بعد ركعه واحده ما انا لا اعرف الامام متم ولا مقيم. ما دام لا اعرف مقيم ولا مقيم، اخليني في الامام. انا دخلت مأموم في الركعه رقم 4 مثلا، او الركعه الاخيره للامام، ثم الامام سلم. سؤال، انا بقى في الصلاه كيف اعرف ان الامام صلى ركعه ولا صلى 3 قبلي؟ ما أعرفش. بعد ما أنا صليت ركعة مع الإمام، ثم صليت ركعة أخرى وسلمت، الإمام صلى 2، ده إمام مسافر، طب الحمد لله. لا، ده مقيم صلى 4، يبقى أنا صلاتي باطلة. ما علقش الصلاة، لا أعلق الإيه؟ الصلاة. خلينا في الأمام. خلينا فين؟ في الأمام. هو دخل صلى أصلا، أنا لا أفترض، هو اللي افترض. فما دام هو افترض، يبقى جاوب على إيه؟ على افتراضه. الشيخ بيقول يريح نفسه ويصلي منفردا. وليه 27 درجة؟ ما بين الدرجة والدرجة كما ما بين الأرض والسماء، مستوى تاني. شوف كده، البيوت جوه الكومباوند غير خارج الإيه؟ جوه 4 مليون 5 مليون، بره 2 جنيه 3 جنيه. في فرق كبير، في فرق كبير. اللي يسكن خلف الأزهر واللي يسكن أمام الأزهر، في فرق كبير. هنا الشقة ب 2200 2300، خلف الأزهر 3.5 و4. فهمت ولا ما فهمتش؟
ال يعني ده الفرق بين اللي هنا واللي هنا، لكن يجمعهما ان الاثنين جيله. الاثنين ايه؟ جيله. خلاص جيله يعني ايه يا عم الحاج؟ شخص محترم، شخص ايه زي خن يعني، زي خن بقى كده، الاثنين زي بعض. الجمع ظهر وعصر، مغرب وعشاء، لا يوجد صبح وظهر، لا يوجد عصر ومغرب، لا يوجد عشاء وصبح. الجمع جمع مين؟ ظهر وعصر، ادي واحد. مغرب وعشاء اتنين. لا جمع، لا جمع صبح وظهر، عصر ومغرب، مغرب استغفر الله، عشاء وصبح. الجمع مين؟ ظهر وعصر. في وقت الظهر اسمه جمع تقديم، قدمنا العصر. مغرب وعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، قدمنا العشاء. ظهر وعصر في وقت العصر جمع تأخير، أخرنا الظهر. مغرب وعشاء في وقت العشاء جمع تأخير. يبقى أنواعه اتنين، جمع تقديم جمع تأخير. خلاص. شروطه، شروط جمع التقديم: النية، النية أثناء الفرض الأول ولو قبل السلام، والسنة مع تكبيرة الإحرام. إذن القصر لازم مع تكبيرة الإحرام أنوي القصر، وإن لم أنوي القصر مع تكبيرة الإحرام أتم. أما الجمع ممكن أنوي الجمع وأنا في التشهد الأخير في صلاة الظهر، في قلبي نويت جمع التقديم للعصر يجوز، لكن السلام عليكم، السلام عليكم نويت الجمع ما ينفعش، ما ينفعش. احنا مذهبنا شافعي، وكرر نحن لسنا في فقه مقارن، ده عند السادة مين؟ شافعي. خلاص يا اهل الله، يبقى شرطه النية فين؟ اثناء الفرض الاول، يستحب مع تكبيرة الاحرام، نويت صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. خلاص مولانا. نعم. الموالاة في جمع التقديم يعني ايه؟ يعني السلام عليكم، السلام عليكم الظهر يكفي الإقامة، لكن لو الشيخ ختم الصلاة طال الفصل، صلى ركعتين السنة البعدية طال الفصل، وإذا طال الفصل بطل الجمع، يبقى الظهر بقى في وقت الظهر والعصر في وقت الإيه؟ العصر. جمع التأخير مولانا. نعم. أصلي المغرب الأول ثم العشاء، الترتيب مهم. اتنين، نية الجمع أثناء الفرض الأول اللي هو مثلا المغرب، أذن للمغرب، نويت تأخير المغرب مع العشاء مولانا. نعم. هتجمع جمع تقديم؟ لا. هتجمع جمع تأخير؟ لا. عايز يا مولانا أنا هصلي المغرب، فرحنا للوضوء في المسجد في السفر، وجدنا الحمام مغلق، قالوا امشي شوية كده في مسجد آخر، مشينا شوية فذهبنا إلى الحمام فوجدنا الحمام غير جيد، مشينا شوية ونحن في المسجد رقم 3 في الطريق، الله أكبر العشاء، إحنا مسافرين نوينا جمع التأخير، باطل. ستصلي المغرب قضاء والعشاء حاضر. لماذا؟ لأنك لم تنوي جمع التأخير أثناء الفرض الأول، وكمان لابد أن تكون النية في وقت يسع صلاة الفرض الأول. يعني إيه؟ يعني باقي دقيقة والعشاء الله أكبر، ثم أنا أقول نويت الجمع، هل دقيقة تكفي لصلاة المغرب؟
لا تكفي، لا تكفي مولانا. نعم، لا جمع في الحضر إلا لضرورة. الجمع للمرض قول ضعيف، مولانا الجاوي ذكره لكنه قول ضعيف. أشرح يعني إيه جمع للمرض لكن ليس الآن. ركز معي، مطر شديد يجوز أن نصلي الظهر والعصر جمعا لا قصرا، بشرط أن يكون في المسجد. طب أنا أصلي الظهر في البيت أو في المحل، لماذا أجمع؟ الشرط الثاني أن يظل سبب العذر موجود إلى الانتهاء من الصلاة الثانية. فنحن نصلي الظهر عشان المطر شديد. هذا الكلام ليس في مصر، الكلام ده ممكن في أندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، مطر ما شاء الله شديد قوي، وأنا ليس عندي سيارة والمطر شديد جدا، يجوز أن نصلي الظهر والعصر بشرط جمع تقديم. جمع إيه؟ ليس جمع تأخير. وننتهي من صلاة العصر والمطر إيه؟ مستمر. الوحل الشديد، الأرض ليس فيها يعني أسفلت فهي تراب، فنزل الماء صار طينا شديدا، ممكن عندما نمشي تحصل مشاكل. حرب، حالة حرب، نعمل إيه؟ نصلي الظهر والعصر ونمشي بسرعة، لكن جمع تقديم وليس جمع إيه؟ تأخير. مولانا نعم، يجوز أن أصلي الظهر والعصر أربع ركعات أربع ركعات، اسمه جمع فقط. ويجوز أن أصلي في وقت الظهر ركعتين وفي وقت العصر ركعتين، اسمه إيه؟ قصر فقط. ويجوز أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اسمه جمعا وقصرا. طيب ركز بقى في نقطة مهمة عشان نقرأ الكتاب. أنا مسافر ولم أصلي عشاء أمس في السفر، وأنا الآن إيه؟ مسافر. السفر يعني يا مولانا؟ يعني ألا تنوي الإقامة أكثر من كم يوم غير يوم الدخول والخروج. دخول وخروج وإقامة كم يوم؟ لكن أنا من البداية ناوي أسبوع، يبقى ليس لي إلا يوم الدخول ويوم الإيه؟ الخروج. بكرة مسافر أقصر، بكرة مسافر أقصر، بكرة مسافر 18 يوم، 19 انتهى الأمر. لا، اللي مش فاهم يقول، فاهمين ولا أعيد؟ فاهم ولا؟ أنا أتعجب كيف تفهمون والشيخ لا يفهم. حضرتك بلدك إسكندرية، وإن شاء الله ربنا يكرمك ويجي لك زوج كده في التجمع السابع هيتعمل، فهي متزوجة فين؟ في التجمع، وأصلا من فين؟ إسكندرية. البطاقة إسكندرية، عايزة تحج إن شاء الله، طلعي جواز السفر، فراحت الجوازات قالوا لها اذهبي إلى محل الميلاد والإقامة. البطاقة إيه؟ عشان هي أصلا من اسكندرية لكن هي في مصر الزواج فقط. ذهبت إلى الأسكندرية لمين؟ كل الأقارب هنا. فذهبت إلى الأسكندرية تريد يوم واحد فقط تعمل الجواز، ثم تأخذه بعد يومين، يبقى كده هتقيم في اسكندرية كم يوم؟ حضرتك دخلت اسكندرية السبت مش محسوب، هتخرج الثلاث مش محسوب، يبقى قعدنا الحد والاثنين، اقصري واجمعي. خلاص؟ يوم الثلاثاء تاخد الجواز، قالوا لها معلش مثلا يعني صاحب الامضاء مش موجود، يبقى هتقعد اليوم اللي ايه؟ الاربع. جاءت يوم الاربع، معلش الاربع ده اجازة حكومية 6 اكتوبر، خلاص يبقى بكرة الخميس. جاءت الخميس أعطوها الجواز الحمد لله، ذهبت للقطار لم تجد حجزا،
كل ما تروح بكره بعده بكره بعده لحد ما وصلت الى 18 يوم في الاسكندرية، كل يوم بكره اسافر بكره اسافر بكره اسافر. يوم 19 ذهبت الى السفر لم تجد تذكرة، فهتضطر تجلس لليوم 19 واليوم 20. هل يوم 19 تجمع وتقصر؟ لا. مذاهب، في مذاهب ان شاء الله تقعدي 6 شهور، لكن مذهبنا كم يوم؟ 18، في بعض المذاهب 15 كمان. ركزوا بقى فيما أقول. أنا لم أصلي عشاء أمس وأنا مسافر، أردت أصلي العشاء اليوم، قضاء ولا أداء؟ قضاء، فات الوقت. أداء، الوقت لم يفت، الوقت لم إيه؟ لم يفت. السؤال يا مولانا، نعم أصلي 2 قصر ولا أصلي 4 تام؟ فائتة السفر في السفر يجوز مقصورة. وهنا يا أستاذ امبارح مسافر والنهاردة إيه؟ يبقى يجوز إن أنا أخلي 4 كام؟ 2. يبقى فائتة السفر في السفر يجوز إيه؟ مقصورة. مسألة، أنا من 10 سنين ذهبت إلى الحج وتذكرت أنني لم أصلي العشاء في يوم من أيام الحج. بعد الطواف كده كنت تعبان فروحت نمت، بعد المغرب استيقظت بعد الصبح، فالشيخ لم يصلي الإيه؟ وأنا نسيت. تذكرت بعد 10 سنين، وجب القضاء، وجب الإيه؟ انت فين يا مولانا؟ انا مسافر من القاهرة الى الاسكندرية يوم. اذا انا في الاسكندرية مسافر ولا مقيم؟ اردت ان اقضي صلاة عشاء 10 سنين، كنت مسافر والنهاردة مسافر يجوز اقضيها 2، ولا عشان 10 سنين مدة طويلة اجعلها 4؟ ده سؤال أو سؤالان أو أسئلة، براحتكم بقى، كل واحد يختار اللغة بتاعته. أصلي 2، ده 10 سنين يا ابني، يا ابني 10 سنين يا ابني، عارف يعني إيه 10 سنين؟ 10 سنين يعني استغفر الله، كان جرام الذهب ب200 جنيه، 10 سنين. تيجي النهاردة تقول لي ها؟ قول يا شباب ميدان، قول يا ميدان، فاهم حاجة ميدان؟ طيب مش فاهم حاجة، ها طيلاً أحسن ناس، إيه رأيك؟ قول 2 ولا 4، قول أي حاجة من العلماء الكبار، شيخ شريف، ها يجوز، جميل قوي، يجوز 2. القاعدة فائتة السفر في السفر يجوز مقصورة. لو صلاها 4 خرج من الخلاف خلاص، لكن سفر في سفر يجوز إيها مقصورة. 2، أنا تذكرت أنني لم أصلي العشاء وأنا مسافر من 100 سنة، وأنا الآن في بلدي في القاهرة مقيم ولا مسافر؟ فتذكرتها، أقضيها ولا لا أقضيها؟ أقضيها، أنا في البلد. والفائتة فين؟ في السفر. أقضيها 2 ولا 4؟ قولا واحدا 4. إذن فائتة السفر في السفر يجوز مقصورة، وفائتة السفر في الحضر لازم تامة. بقي بقى صورة واحدة، فائتة الحضر أنا لم أصلي عشاء امبارح في القاهرة وأنا اليوم في السفر في الأسكندرية، أقضيها 2 ولا 4؟ ركز، ركزي بس، السلبيش. فائتة الحضر في السفر، ها 2
قصر عشان أنا مسافر وربنا بيخفف الفريضة، ولا أربعة علشان وقت ما شرعت كانت اتنين أو ما أعرفش بقى ماليش علاقة، اتنين ولا أربعة؟ أربعة. أربعة. إذن فائتة الحضر في السفر تامة، وفائتة السفر في السفر مقصورة، وفائتة السفر في الحضر تامة. يا رب تكونوا فهمتوا حاجة. خلاص؟ نعم. مدام الإقامة زادت عن 3 أيام من البداية ليس له جمع وقصر. في خطأ يرتكب الكثير، بعد 3 أيام لا يجمع ولا يقصر، خلال 3 يعني مثلا السبت والحد والاثنين يجمع ويقصر، الثلاث والأربع والخميس يصلي عادي. خطأ، ما دام النية من البداية زيادة عن 3 أيام لا قصر ولا جمع إلا في السفر فقط. أيوة أنا رايح العمرة. حاضر يا مولانا، أنا رايح العمرة كم يوم؟ 15، 10 في مكة، 5 في المدينة، يبقى ليس لي جمع ولا قصر إلا فين؟ في الطريق فقط. لكن لا، أنا رايح العمرة يومين، أنا أعمل في السعودية فرايح العمرة الخميس والجمعة، السبت أنا ماشي، يبقى أنا ليا إيه؟ المدة كلها. نعم سيدي. خلاص 3 أيام في القاهرة ومشيت من القاهرة اسكندرية، أنا مسافر. ما تحسبوش على بعض ولا حاجة. أنا جيت من أسوان لأسيوط، أنا مفتش بفتش، فجيت من أسوان لأسيوط، قعدت في أسيوط يومين، من أسيوط إلى بني سويف الطريق يومين، وجلست في بني سويف يومين، ثم جيت القاهرة يومين. مولانا ما دام مسافر اجمع واقصر. نعم. واحد جمع في الحضر من غير عذر. انت ايه رايك؟ في عله، في سبب. الكلام ده كان فين؟ كان في الحج، والحج تعبدي. لكن جمع في الحضر من غير قصر ولا جمع على مذهبي انا صلاته بطله. ما معنى الجمع للمراد؟ ركز معي. مين عايز يسأل؟ حلو، جميل قوي. هو مسافر ولا يعلم متى يعود، يبقى يتم. في شرط أنا نسيته في القصر والجمع برضو، ألا يكون هائما بسفره. يعني هائم الذي يسافر من غير وجهة معلومة. أنا ربنا كرمني اشتريت عربية مرسيدس بيعني أي رقم كبير كده، مش عارف 50,000 جنيه. قليل 50,000؟ طب زود صفرين، 5 مليون. 5 مليون؟ نعم. ده عربية عظيمة. ايه العربية دي يا مولانا؟ اول ما ركبت العربية حطيت المفتاح، دست برجلي اليمين، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، العربية بتجري على سرعة 560. في ناس كده عندها متعة يمشي بالسيارة مسافات طويلة بالليل، خاصة طريق مصر الإسكندرية واسع وجميل، خلاص تمشي فيه بسرعة، حتى لو موت إنسان لا ترى هيشوفه فين، ماشي بسرعة 300. صدقني لا أمزح، هذا يرى عمدان النور كأنها سور. فهمتوا؟ إيه المشكلة موت له 2-3 من البشر؟ ربنا يسترها علينا وعليكم. خلي بالكم من العربيات الغالية، اوعى تمشي امام عربية تزيد عن 1.5 مليون. خلاص، وان كان شرف ان الواحد يموت تحت عربية ب5 مليون، لا دي كرامة. مات تحت ثروة.
مش عارف رايح فين. فالشيخ الساعة 6 المغرب كده صليت المغرب وجدت نفسي على الطريق الصحراوي وماشي بالعربية، والطريق واسع وجميل وأنا فرحان. في ناس كده عندها هواية يسوق العربية بالليل، الله أكبر العشاء، أنت فين يا مولانا؟ أنا في طنطا. كم كيلو؟ 100 كيلو. مسافر؟ مسافر. حلال؟ حلال، أنا متعة حلال، بتمتع بالعربية. هل هنا لي القصر؟ قال لي تعالى أنت تعلم أين تسافر؟ قلت لا، أنا أسافر نزهة، أنا لا أعرف ما أين أذهب. اسمه هائم، لا يقصد وجهة معينة، لا يجوز له القصر. يبقى في الحال دي هيصلي كم ركعة؟ 4. أنا لا أعرف متى أسافر، يعني رايح النهاردة، في احتمال أسافر بكرة، أقصر بعده، أقصر بعده، أقصر 18 يوم، بعد ال 18 لا قصر ولا جمع. فهمت؟ ركزوا بقى في النقطة دي عشان مهمة. هل يجوز الجمع للمرض؟ أنا مريض. يعني إيه جمع يا مولانا؟ يعني أتوضى مرة وأصلي الظهر والعصر، وأتوضى مرة وأصلي المغرب والعشاء، وأتوضى مرة للصبح. مذهب الشافعي قول ضعيف الجمع للمرض. قول إيه؟ السادة المالكية رضي الله عن الجميع عندهم الجمع للمطر. عندهم الجمع ليه؟ كيف؟ الظهر يؤذن، خلينا نجيب رقم صحيح، 12 تماما، والعصر 3 تماما. فالشيخ المريض يتوضأ الساعة 2:30، يتوضأ ويستنجى 10 دقائق، ويصلي الظهر 5 دقائق 10 دقائق، على بال ما يختم الصلاة الله أكبر العصر، فيصلي العصر مباشرة. المغرب الساعة 5 تماما، العشاء مثلا الساعة 7 تماما، الساعة 6:30 يتوضأ ويصلي المغرب، يختم الصلاة، يصلي ركعتين السنة، الله أكبر العشاء، يصلي العشاء. هذا جمع عند المالكية. هذا جمع عند مين؟ لكن في الحقيقة هو ليس جمع، لأنني صليت الظهر في وقت مين؟ والعصر في وقت مين؟ هذا هو ليس فيه مشكلة، وهذا رأي جميل أوي. وأنا عندما كنت مريضا يعني كنت أعمل كده، بس ده عادي، ده طبيعي. ليه؟ عشان الذهاب إلى الحمام رحلة شاقة، رحلة شاقة جدا للمريض، خاصة لو في مشاكل في القدم. فعلى بال ما أجلس على الكرسي والأولاد يدخلوني الحمام ثم أتوضأ وأخرج، صعب أوي. فكنت أفعل هذا، أتوضأ قبل العصر عشان أصلي الظهر في وقت الظهر في الآخر، والعصر في أول الإيه؟ هذا اسمه جمع؟ لا يا مولانا، ولا جمع ولا حاجة، هذا في وقت الظهر وهذا في وقت العصر. القضية إن أنا بس صليته في وقت متأخر، خلي بالك حتى لا يخرج الوقت. من نام غفر الله له، من نسي غفر الله له. الخميس الجاي أنا هنقرأ المتن وهنقرأ الشرح، وهيكون إعادة لكل ما شرحت، عشان هذا الكلام فرض عين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى به وسلم عدد معلوماتك ومدادة ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الخميس الجاي إن شاء الله نلتقي. قول يا ستة عاوزة إيه؟ إيه؟ أنا مش معاك كتاب، مش معاك.